بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنقول النهاردة إن شاء الله مع بعض البليتلت أجريجوميتر. نشوف إيه هو البليتلت أجريجوميتر، عبارة عن إيه، الجهاز بيتكون من إيه، إيه الريكوايرمنت في البيشنت عشان أعمل له التست ده، السامبل باخدها إزاي، بشتغلها إزاي، الميثود اللي بشتغل بيها على الجهاز، الفاكتورز افكتنج الريزلتس، ازاي اقرا وانتربريت الكيرف بتاع الاجريجوميتر. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا نشرح المحاضره. ايه هو الاجريجوميتر ده والاجريجومتري ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن تكنيك بعمله عشان اعمل ايفالويشن للبليتلت اجريجيشن ان ريسبونس تو بليتلت اجونست. طب بعمل ازاي ايفالويشن للبليتلت اجريجيشن؟ عن طريق اني اشوف التشينج اللي هيحصل في الاوبتيكال دنسيتي بتاعه السامبل. بشوف الاوبتيكال دنسيتي قبل الاجريجيشن، بشوف الاوبتيكال دنسيتي تشينج ديورينج الاجريجيشن لحد ما اوصل للماكسيمم اجريجيشن. تشينج ازاي بقى؟ سواء بقيس لايت ابزوربانس او لايت ترانسميتنس، بيختلف باختلاف حال البليتلت في كل وقت من التست. يعني تعالوا نشوف كده الدياجرام اللي قدامي ده. تعالوا نشوف اول انبوبه دي فيها ريستنج بليتلت، طبعا بليتلت سسبندد في البليتلت ريتش بلازما. انا بشتغل طبعا على سامبل ايه عباره عن ايه، بليتلت ريتش بلازما. فالبليتلت سسبندد في البليتلت ريتش بلازما، اصبح كده الاوبتيكال دنسيتي بتاعه السامبل عاليه جدا. الترانسميشن او اللايت ترانسميتنس قليل جدا، يعني عشان اللايت يجي هيخبط في البليتلت ومش هيبقى ترانسميتد للاتجاه الاخر. اول ما بيبدا الاجونست بيشتغل على البليتلت بيحصل واتس كولد شيب تشينج. شيب تشينج في البليتلت اللي احنا عارفينه بقى، السفيرنج اللي بيحصل في البليتلت والسودوبودز اللي بتحصل، ففي هيبقى المنظر في الانبوبه اللي زي ما انا شايفاها كده. طبعا الشيب تشينج ده بيزود الاوبتيكال دنسيتي بتاعه السامبل ويقلل الترانسميشن اكتر، يقل اللايت ترانسميشن اكتر. فبيبدا اول ما بيحصل ايه، يقل اللايت ترانسميشن الاول او يزيد الابزوربنس، وبعدين بعد كده يبدا الاجريجيشن يحصل زي اللي انا شايفاه في اخر انبوبه ده. فبتبدا البليتلت اجريجيت وتتجمع مع بعضها وتخلي البلازما بعد كده رايقه ما فيهاش بليتلت، فكده اللايت ترانسميشن بيزيد جدا والكيرف ينزل زي ما انا شايفه كده، الابزوربنس يقل زي ما انا شايفه في الكيرف اللي قدامي ده. طب بعمل ليه بقى البليتلت اجريجومتري ده، او بعمل ليه عموما البليتلت فانكشن تيست؟ طبعا بعملها علشان ادايجنوز البليتلت فانكشن ديس اوردر سواء كانت انهيرتد او اكوايرد في بيشنت عنده بليدنج تندنسي. انا مش عارفه افسره بالفيرست لاين اوف هيموستاسيس، فببدا اعمل السكند لاين وابدا اعمل البليتلت فانكشن تيست. تعالوا نشوف الكومبوننت بتاع الجهاز. طبعا الجهاز بيعتمد على يعني ريكوردنج التشينجز اللي هتحصل في اللايت او الاوبتيكال دنسيتي، سواء بقى عندي ابزوربنس او ترانسميشن. فانا محتاجه طبعا لايت سورس، ومحتاجه ديتكتور يعمل ديتكشن لللايت بعد ما يعدي من السامبل. يبقى انا محتاجه لايت سورس ومحتاجه ديتكتور، والسامبل تكون موجوده ما بينهم في سامبل كيوفيت محطوطه بين اللايت سورس والديتكتور علشان اللايت يطلع من اللايت سورس ويعدي من السامبل ويبقى ديتكتد مع الديتكتور. وبعد كده محتاجه ريجستري يسجل التشينجز اللي الديتكتور هيستقبلها، سواء بقى كان كمبيوتر بيسجل ولا إبرة بتعدي على درام وترسم. أنا محتاجة ريجستري سيستم علشان يحول التشينجز اللي الديتكتور حسها ديت لحاجة مكتوبة أو مرسومة قدامي في شكل كيرف، فأقدر أقراه وأعرف التشينجز وصلت لإيه.
محتاجه طبعا temperature control، لان زي ما انا عارفه كل الكواجليشن تيست لازم تتعمل في درجه حراره 37 ستريكت، لان انا بشتغل في انزيماتيك باثوي، فلازم يبقى متظبط على درجه حراره الجسم اللي هي ايه درجه حراره 37، فلازم يبقى عندي temperature control يعمل stabilization او يعمل adjustment للتمبريتشر عند 37. طب ايه بقى رقم 4 الاسترر ده؟ ده زي ما انا شايفه في الرسمه دي كده اهو، دي دبار كده بيتحط في السامبل كيوفيت، مهمته انه يعمل ايه؟ مهمته انه يقعد يلف فيخبط البليتلت في بعضها، تبقى البليتلت ان كونتاكت وذ ايتش اذر، لان عمرها ما البليتلت هتبقى اجريجيتد الا لما تبقى ان كونتاكت وذ ايتش اذر. تاني شيء الاسترر ده كمان زي ما هنشوف هيبدا يخبط في البليتلت ويطلع من الممبرين بتاعها الثرومبوكسين اي 2، اللي هشوف بقى الفايده بتاعته طبعا في التست ازاي والكلام ده كله لسه قدام شويه هنشوف الكلام ده. يبقى تاني الكومبوننت بتاع الجهاز لايت سورس ديتكتور والسامبل كيوفيت ما بينهم، وريجستري سيستم يسجل لي التشينجز اللي بتحصل في الاوبتيكال دنسيتي، تمبريتشر كنترول يادجست التمبريتشر على درجه حراره 37، وستيرر او ستيرر بار علشان يخبط في البليتلت ويتحرك في السامبل. طيب احضر البيشنت ازاي علشان يعمل بليتلت اجريجيشن تيست؟ دلوقتي جاي لي عيان المعمل والدكتور كاتب لي في الروشته بتاعته او كاتب لي في الريكوست بتاعه انه عايز يعمل بليتلت اجريجيشن تيست. احضر العيان ازاي؟ اولا هقول العيان 10 ايام ما تاخدش اي دراج بيأفكت البليتلت اجريجيشن. هنشوف ايه الدراجز اللي بتأفكت البليتلت اجريجيشن، هنشوف دلوقتي مع بعض ايه الدراجز اللي هقول للعيان يبطلها لمده 10 ايام. كمان مش دراجز بس، ده كمان في بعض الاكل هقول للعيان يتجنبه خالص، زي الانيون والجارليك اللي هو الثوم والبصل، لان الحاجات دي بتأفكت البليتلت اجريجيشن او الكباستي بتاعت البليتلت انها تعمل اجريجيشن. هقول للعيان ليله ما تجيلي علشان تعمل التحليل تكون صايم قد ايه؟ من 12 ل 24 ساعه، علشان عايزه البلازما بتاعتك رايقه، لان في الاول وفي الاخر هقيس ايه؟ هقيس تشينجز في الاوبتيكال دنستي. فما يجيليش العيان البلازما بتاعته مليانه كايلو مايكرون بقى لسه واكل وفي ليبد في العينه، معرفش انا بقى هتاثر لي طبعا على الاوبتيكال دنستي بتاعه السامبل. فاقول للعيان خليك صايم من 12 ل 24 ساعة قبل ما تجيلي، خلاص هتوقف أي دراج بيأفكت البليتلت فانكشن 10 أيام قبل التست، هتعمل ريستريكشن للثوم والبصل في الأكل بتاعك قبل ما تيجي تعمل التست. طيب خلاص العيان اتحضر وجايلي عشان يعمل التست، أنا المفروض بقى أسحب منه عينة علشان اعمل التست بتاعي. فاسال نفسي بعض الاسئله اللي بسالها في كل تيست بعملها. السامبل اسحبها منين؟ هسحبها من فين؟ من بريفرال فين. يبقى هسحب ايه؟ فينوس بلاد. طيب شرط عندي وانا بسحب مينيمال، اعمل مينيمال فينوس اوكلوجن، يعني الترونيكيه ما يتربطش خالص، وان اتربط ما يتربطش كتير، علشان الفينوس اوكلوجن ده ممكن يعمل اكتيفيشن للبليتلت. خدت العينه خلاص سحبتها، لازم اعمل لها بروسيسنج في حوالي 4 ساعات بعد الكوليكشن، لازم اكون عامله للعينه دي بروسيسنج. طب هسحب العينه على انبوبه شكلها ايه؟ هسحب على العينه على الانبوبه بتاعه الكواجليشن تيست اللي انا متعوده عليها، اللي هي تراي صوديوم سيتريت 1 بارت سيتريت ل 9 بارتس من البلد. طيب عشان اعمل بليتلت اجريجيشن تيست في عيان لازم تكون البليتلت كاونت عنده نورمال. ما ينفعش اقيس او اعمل بليتلت اجريجيشن تيست في عيان عنده ثرومبوسايتوبينيا. طب انا بعمل تيست لايه؟ يعني لازم البليتلت تكون موجوده والنمبر بتاعها نورمال عشان اعرف اعمل الايه البليتلت اجريجيشن تيست. سحبت العينه بقى، تعالوا نعمل لها بروسيسنج اللي احنا قلنا عليه، اللي هو لازم يتم اقل من 4 ساعات. عايزه افصل من العينه
نوعين من البلازما، عايز افصل بليتليت ريتش بلازما وعايز افصل بليتليت بور بلازما. عايز افصل بلازما فيها بليتليت وعايز افصل بلازما ما فيهاش بليتليت. طيب عايز عشان افصل بليتليت ريتش بلازما يعني افصل بلازما فيها بليتليت، فبدور العينه على سرعه قليله والمده صغيره. ليه؟ علشان ما تنجحش في انها ترسب البليتليت، يبقى هدورها على سرعه قليله في مده صغيره علشان احافظ على الكاونت بتاع البليتليت في البلازما اللي هتبقى اللي اتحضرت دي، احافظ على الكاونت بتاع البليتليت من 200 ل 400 الف في الكيوبيك ميلي لتر. طيب عشان احضر بليتليت بور بلازما لازم ادور على سرعه كبيره لمده طويله، سرعه كبيره لمده طويله عشان البليتليت تتهبد وتنزل تحت. يبقى كده البلازما اللي هتبقى فوق في السوبرنيتنت هتكون ما فيهاش بليتليت. يبقى كده حضرت من العينه بتاعتي بليتليت ريتش بلازما وحضرت بليتليت بور بلازما. طيب لحد ما اعمل التست، انا مش هعمل التست يعني دلوقتي حالا، ممكن اتاخر ساعه مثلا او حاجه، اشيل العينه فين لحد ما ابدا اعمل التست؟ اشيلها في الثلاجه زي ما انا متعوده اشيل العينات بتاعتي، ولا في الفريزر، ولا اشيلها فين؟ لا، العينه هتتشال في الروم تمبريتشر. في الروم تمبريتشر ليه؟ لان الثلاجه او الكولد تمبريتشر بياكتيفيت البليتليت، وانا مش عايزه اثر على البليتليت خالص، يبقى هشيل العينه في الروم تمبريتشر. طب في نقطة كمان مهمة، في نقطة مهمة طبعا، ان انا لازم الانبوبة بتاعتي تبقى متغطية. ليه الانبوبة تبقى متغطية؟ علشان مش عايزة البي اتش يتغير. انا قلنا ان احنا بنشتغل كل القصة انزيماتيك باثوي، انزيماتيك رياكشنز، فمش عايزة البي اتش تتغير علشان ما تأثرش على الرياكشن اللي هيحصل عندي، فلازم الانبوبة بتاعتي تبقى متغطية عشان ما يحصلش اي تشينج في البي اتش بتاعتي. طيب اي تيست بشتغله حاجه بقيس فيها تشينج في الاوبتيكال دنسيتي، بيبقى عندي حاجه اسمها ستاندرد. لو احنا بنشتغل تيستات بتاعه الكيمياء بيبقى عندي حاجه اسمها ستاندرد، بيبقى عندي حاجه اسمها كاليبريتور علشان اظبط القرايه بتاعه الجهاز عليها. فاظبط الجهاز على ايه هنا؟ انا بقيس ايه؟ انا بقيس تشينج في الاوبتيكال دنسيتي ناتجة عن ايه؟ ناتجة عن تغيير في البليتليت اجريجيشن، بحيث ان انا بالنسبة لي انا البلازما اللي هتكون ما فيهاش بليتليت خالص، اللي هيحصل فيها اجريجيشن ماكسيمم اجريجيشن والبليتليت كلها تاجريجيت وتقعد تحت تترسب تحت وتسيب البلازما بيور، دي بالنسبة لي هي اكتر بلازما شفافة، اكتر بلازما نقية، صح كده؟ يعني اكتر لايت ترانسميشن هيحصل في البلازما اللي ما فيهاش بليتليت، اللي احنا بنقول اللي احنا فصلناه من العيان وسميناها ايه؟ بليتليت بور بلازما. يبقى ده ال 100% ترانسميشن بتاعي او ال 0% ابزوربنس. 0% ابزوربنس هيكون في ايه؟ في البليتليت اللي ما فيهاش بلازما خالص. طيب البليتليت بقى اللي انا فصلتها من العيان واسمها بليتليت ريتش بلازما، ده دي اكتر عينه فيها عتامه عندي، صح كده؟ اكتر عينه تربت بالنسبه لي، فدي بالنسبه لي ال 0% ترانسميشن. يبقى هظبط الجهاز انه يقرا الابزوربنس بتاع الترانسميشن بتاع البليتليت ريتش بلازما على انه 0% ترانسميشن، والترانسميشن بتاع البليتليت بور بلازما على انه 100% ترانسميشن، او يقرا الابزوربنس بتاع البليتليت ريتش بلازما على انه 100% ابزوربنس، ويقرا الابزوربنس بتاع البليتليت بور بلازما على انه 0% ابزوربنس. يبقى انا كده دخلت ايه؟ تو كاليبريتور للجهاز بتاعي، قلت له ظبط الابزوربنس بتاعك ده على صفر وظبط الابزوربنس بتاعك ده على 100. او لو انا بشتغل على لايت ترانسميشن فبقول له ظبط الترانسميشن بتاعك ده على صفر وظبط الترانسميشن بتاعك ده على 100، يبقى انا كده عملت ايه؟ كاليبريشن للجهاز، او دخلت الايه؟ ستاندرد للجهاز يظبط القرايه بتاعته عليها. طب خلاص كده ظبطت الجهاز وظبطت القرايه بتاعه الجهاز، احنا قلنا بنعمل ايه في التست ده؟ بنقيس الريسبونس اوف بليتليت للايه؟ للبليتليت اجونست.
طب ايه هو البليتلت اجونست كده بس نعرف عنه فكره قبل ما ندخل على التست بتاعي. الاجونست ده حاجه بتعمل بتنديوس او بتستيميليت البليتلت انها تاجريجيت وتعمل بليتلت اجريجيشن. طبعا الاجونست ده بيعمل اجريجيشن بس كمان لما بيبدا الاجريجيشن يحصل والستيرر يتحرك في السامبل بيبدا يطلع من البليتلت ممبرين الثرومبوكسين ثرومبوكسين اي 2 وتبدا البليتلت تعمل سكريشن للاي دي بي اللي هم هيعملوا امبليفيكيشن كمان للافكت بتاع الاجونست. يبقى الاجونست ده حاجه احطها على البليتلت تعمل ستيميليشن للبليتلت اجريجيشن. الاجنوس ده عندي 2 تايبس اوف اجنوس ممكن استخدمهم في التست بتاع الاجريجومتري، عندي سترونج اجنوس وعندي ويك اجنوس. السترونج اجنوس ده يعني ايه؟ دي حاجه اول ما تحط على البليتلت تعمل دايركت ستيميليشن للبليتلت اجريجيشن، دايركت ستيميليشن للثرومبوكسين اي 2 سينثيسيس والبليتلت جرانيول سيكريشن، فهي بتتحط على البليتلت اول ما بتوصل للبليتلت على طول بتنديوس البليتلت اجريجيشن والسينثيسيس اوف ثرومبوكسين اي 2 والسيكريشن اوف ADB من البليتلت جرانيولز. طب زي ايه السترونج اجنوس ده اللي ممكن استخدمه في البليتلت اجريجومتري؟ زي الكولاجين، زي الثرومبين، زي الثرومبوكسين اي 2. طب ايه يعني ان الاجنوس يتحط ويستيميليت البليتلت اجريجيشن ودايركت ومش دايركت والكلام ده كله؟ لازم نعرف كده عشان نعرف ان عندي حاجه اسمها ويك اجنوس. الويك اجنوس ده هيعمل ايه؟ هيعمل استيميليشن للبليتلت اجريجيشن بمقدار بسيط جدا جدا جدا، اللي هو بيبقى ايه؟ بيبقى حاجه اسمها ريفرسبل اجريجيشن. فبتبدا العينه يحصل لها ايه؟ يحصل تاني ديس اجريجيشن، بتبدا البليتلت تفك من بعضها تاني، الا ان الاسترر في الوقت ده بيكون خلاص قلب البليتلت وعمل كونتاكت في البليتلت مع بعضها، زائد اللي هو البرايمري ويف بتاعت او البرايمري اجريجيشن او الريفرسبل اجريجيشن قرب البليتلت من بعضها، فبدات البليتلت تطلع من الممبرين بتاعها تصنع الثرومبوكسين اي 2 وبدات تطلع من الجرانيولز بتاعتها الاي دي بي، فتبدأ تظهر ويف تانية من الاجريجيشن. هنسمي الريفرسبل اجريجيشن اللي حصلت في الاول دي نسميها برايمري ويف، ونسمي الريفرسبل اجريجيشن دي هسميها سيكندري ويف، ودي بتبقى الريفرسبل خلاص. ده بيحصل مع الويك اجنس. احنا قلنا سترونج اجنس لا ما بيحصلش الكلام ده، بقى بيحصل ان السترونج اجنس هو في نفس اللحظه اللي بتبدا فيها الاجريجيشن بيطلع الثرومبوكسين اي 2 بيطلع الاي دي بي، فبتبقى هي ويف كبيره من ايريفرسبل اجريجيشن وخلاص على كده. لكن الويك اجنس هيشتغل الاول ويعمل حاجه كده برايمري اجريجيشن ريفرسبل اجريجيشن، ممكن يحصل له ديس اجريجيشن تاني خلاص، الا لو طلع الثرومبوكسين اي 2 والاي دي بي من البليتلت جرانيولز، ومن الثرومبوكسين اي 2 من الممبرين والاي دي بي من الجرانيولز، فيعمل السكندري ويف اوف اجريجيشن. تعالوا نشوف الكلام ده، مش فاهمينه قوي، لازم نشوف الكلام ده عملي علشان نفهمه. ادي الكيرف على اليمين ده بتاع السترونج اجنست. السترونج اجنوس هيعمل ايه؟ زي ما انا شايفه كده ويف واحده فقط من الانكريز في اللايت ترانسميشن، الاقي اللايت ترانسميشن قاعد يزيد 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 لحد ما وصلنا للماكسيمال اجريجيشن. ليه؟ لان سترونج اجونست هيعمل كل التفاصيل اللي حصلت في الاجريجيشن دي مره واحده، يعني هيستيميليت البليتلت اجريجيشن، يطلع من الممبرين ثرومبوكسين اي 2، يطلع من الجرانيولز اي دي بي، فتبقى هي ويف واحده من الريفرسبل اجريجيشن وخلاص على كده. طب تعالوا نشوف الكيرف اللي على الشمال ده، الاقي فيه 2 ويفز في الكيرف ده. ده المنظر ده اللي بيحصل مع الايه؟ الويك اجونست، اللي هم مين؟ الاي دي بي السمول دوز من الاي دي بي والادرينالين. السمول دوز اي دي بي وادرينالين يعمل ده عباره عن ايه؟ ويك اجنوس. فيبدا البرايمري ويف بتاع الاجريجيشن اللي هو زي ما قلنا بقى ايه ده؟ اجريجيشن ضعيف ريفرسبل اجريجيشن، ممكن يحصل له ديس اجريجيشن خلاص، بس في الوقت ده بتاع اللي وصلت فيه لاخر البرايمري ويف بيبدا
ريليز الاي دي بي من الجرانيولز والسينثس بتاع الثرومبوكسين اي 2 يبدا يشترك في الاجريجيشن بتاعي. عارفه ان الثرومبوكسين اي 2 ده سترونج اجونست الاي دي بي كده بقى وصل للارج دوز فبقى سترونج اجونست فتبدا الويف بتاعه الايريفرسبل اجريجيشن. يبقى هيكون عندي دايما في الويك اجونست السمول دوز اي دي بي او الادرينالين هيكون عندي تو ويفز برايمري ويف وسكندري ويف. عرفت سبب البرايمري ويف ايه؟ ده الاجونست نفسه خلاص مسك فيه الريسبتور وعمل الايه البليتليت اجريجيشن. طب سبب السكندري ويف ايه؟ سببها السينثيس بتاع الثرومبوكسين اي 2 من الممبرين والريليز اوف اي دي بي من الجرانيولز. اذا لازم علشان السكندري ويف دي تحصل يكون الثرومبوكسين اي 2 او الاركيدونيك اسيد ميتابوليزم كلها سليمه عشان يوصل لانه يصنع ثرومبوكسين اي 2. لازم كل الانزيمز المشتركة معايا في الباثوي دي تكون سليمة علشان تطلع لي ثرومبوكسين اي 2 من الممبرين، ولازم يكون الجرانيولز بتاعتي سليمة وفيها اي دي بي والاي دي بي عارف يطلع يحصل له سيكريشن. كل ده لو اجتمع سليم يعمل لي السكندري ويف. لو في ستيب ناقصه اي ديفكت في الاشياء اللي انا قلتها ده سواء في الاركيدونيك اسيد ميتابوليزم الباثوي بتاعه او في الاي دي بي او في الجرانيولز او في الميكانيزم بتاع ريليز اوف الدنس جرانيولز، يبقى انا كده مش هتحصل لي السكندري ويف، يبقى هتحصل برايمري ويف. وممكن يحصل لها كمان ايه بعد بعض الوقت يحصل ايه ديس اجريجيشن للبرايمري ويف وما تكملش السكندري ويف. يبقى نركز تاني، الحته دي مهمه جدا عشان هي دي اللي هنقرا عليها الكيرفات بعد كده. يبقى اي سترونج اجونست هيبدا معايا هيديني 1 ويف من الاجريجيشن خلاص من الريفرسبل اجريجيشن، لكن الويك اجونست هيبدا معايا برايمري ويف اللي هي ممكن يحصل لها ديس اجريجيشن، ويبدا معايا السكندري ويف لو طلع الثرومبوكسين اي 2 من الممبرين او اتصنع يعني من الممبرين، ولو طلع الاي دي بي من الجرانيولز يبدا يدي الايه السكندري ويف. طيب يلا بقى نشغل الجهاز. خلاص انا ظبطت كده، حطيت الجهاز، حطيت فيه الاول الابزوربنس، انا اسفه البليتليت بور بلازما، وقلت له ظبط الترانسميشن بتاعك على 100%، وحطيت فيه البليتليت ريتش بلازما وقلت له ظبط الترانسميشن بتاعك على 0%. كده خلاص ظبطت الجهاز، هو هيقرا لي بقى الفرق ما بين الزيرو والمية ده على حسب الاوبتيكال دنسيتي بتاعت الايه السامبل. اعمل ايه بقى؟ هجيب السامبل كيوفيت واحط فيها 1 إلى 10 يعني 1 بارت الى او 1 من 10 بارت من الاجريجيتور الى التوتال فوليوم. يعني ايه؟ يعني احط مثلا 270 مايكرون من البليت ريتش بلازما. انا دلوقتي هعمل التست بتاعي، خلاص ظبطت الجهاز هبدا اشتغل التست بتاعي. اشتغل التست بتاعي على بليت ريتش بلازما ولا بليت بور بلازما؟ هو انا معقول اروح اعمل اجريجيشن بليتليت اجريجيشن تيست على بلازما ما فيهاش بليتليت؟ مش منطقي طبعا. فبشتغل التيست بتاعي على ايه؟ على بليتليت ريتش بلازما. فهاخد 270 مايكرون من البليتليت ريتش بلازما بتاعتي واحطها في الكيوفيت، واحنا قلنا ايه الكميه اللي حطها من الاجونست هتساوي ايه؟ 1 بارت من 10، يعني ال 270 دول يكملوا ل 300، يعني هحط 30 مايكرون من الايه من الاجونست. طبعا التمبريتشر بتاعي متظبط على 37، متظبط على 37. الاسترر بتاعي متظبط على 900 ران بير مينيت. ظبط على كام؟ على 900 ران بير مينيت. وابدا اسجل التشينجز اللي هتحصل في الاوبتيكال دنسيتي سواء الاوبتيكال ترانسميشن او الاوبتيكال ابزوربنس على حسب ما الجهاز بتاعي متظبط. بيبدا الديتكتور يلقط التشينجز دي ويحولها الى حاجه مسجله الى كيرف، سواء بقى ابره بترسم على درام زي ما قلنا الدرام بيفضل يلف، والابره بترسم على الدرام فالابره بتنزل وتطلع على حسب الترانسميشن او على حسب الابزوربشن، فتسجل النزول والطلوع ده على الدرام اللي بتلف عليها. تعالوا يلا نقرا الكيرف ده، تعالوا نفتكر الرسمه دي تاني. انا كده بقرا ايه؟ بقرا كده ابزوربنس، كل ما البليتليت هيحصل لها اجريجيشن كل ما الابزوربنس بتاعي هيقل.
لان العتامه بتاعت السامبل بتاعتي هتقل، فالابزوربنس بتاعي يقل، بتاع السامبل يقل. طيب يلا نشوف هنعمل ايه بقى. انا بدات احط الاجونست خلاص، بيبدا الاول فتره ليتنت بيريود. يعني ايه ليتنت بيريود؟ يعني فتره ما بيحصلش فيها اي تشينج في الاوبتيكال دنسيتي، ودي بتتفاوت الليتنت بيريود دي من اجونست الاخر خلاص، زي ما هنشوف. ساعات تبقى طويله، ساعات تبقى مودريت، ساعات تبقى شورت، على حسب الاجونست اللي هحطه وسرعه تاثيره على البليتليت. بعد الليتنت بيريود ما تعدي بيبقى التشيب تشينج. يعني ايه التشيب تشينج؟ زي ما احنا قلنا بتبدا البليتليت تتنفخ ويحصل لها سفيرنج ويطلع منها السودوبود، فده يزود لي العتامه بتاع السامبل اكتر، ويزود لي الاوبتيكال دنسيتي بتاع السامبل، تزود لي الابزوربنس بتاع السامبل لحظه صغيره جدا، دي لحظه الايه التشيب تشينج. بعد كده بتبدا البليتليت اجريجيت زي ما انا شايفه في اخر انبوبه كده، وتنزل كلها تحت، والسامبل تبقى بيور وتعدي النور كويس جدا، فما يحصلش ابزوربنس للضوء اللي ماشي فيه السامبل. الابزوربنس يبدا يقل 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 لحد ما اوصل للماكسيمم اجريجيشن، فده كده اقل حاجه هتوصل له الايه الابزوربنس بتاع الايه السامبل. تعالوا نشوف بقى حته حته من الكيرف ده نفصلها ونبدا ايه نشوف نترجمها ازاي. يبقى تاني تعالوا نقول اول حاجه هتظهر عندي بعد ما احط الاجونست، هيظهر عندي واتس كولد ليتنت بيريود. يعني ايه ليتنت بيريود؟ ليتنت بيريود دي اللي هي الفتره اللي هتعدي مش هيحصل فيها اي تشينج في الاوبتيكال دنسيتي. ليه؟ عبال ما الاجونست ياثر على البليتليت وتبدا مرحلة الشيب تشينج وتبدأ بعد كده الاجريجيشن، دي كلها اسمها ليتنت بيريود. ممكن تكون شورت مع بعض الاجونس زي الريستوسيتين، ممكن تكون ميديم مع بعض الاجونس زي الاي دي بي، ممكن تكون لونج مع بعض الاجونس زي الكولاجين. زي ما احنا قلنا انا بظبط ال 0% اجريجيشن بتاعي، ان ما حصلش اجريجيشن خالص بظبطه على قرايه البليتليت ريتش بلازما، وبظبط ال 100% اجريجيشن بتاعي بظبطه على القرايه بتاعه البليتليت بور بلازما. فيجي عندي بارامتر من البارامترز اللي مطلوب مني اعمل لها انتربريتيشن، حاجه اسمها بيرسنتج اوف ماكسيمال اجريجيشن. بيرسنتج اوف ماكسيمال اجريجيشن يعني ايه؟ يعني انا وصلت لقد ايه في الاجريجيشن بتاعي من الاجريجيشن المفروض يبقى يتقرى في البليتليت بور بلازما. والبليتليت بور بلازما ده المفروض ما فيهاش بلازما خالص، خلاص كده فالسامبل بتاعتي بيور خالص. طيب انا وصلت لكام بقى من الاجريجيشن، من اجريجيشن قوه الاجريجيشن قد ايه علشان تصفي السامبل بنسبه قد ايه من المفروض تصفى خالص في البليتليت بور بلازما، اللي هي السامبل اللي ما فيهاش بلازما خالص، ما فيهاش بليتليت خالص. يعني كان البليتليت كلها نزلت تحت وبقت اللي فوق بليتليت بور بلازما برضو. وصلت لقد ايه؟ فدي اسمها percentage of maximal aggregation. ازاي؟ بشوف الماكسيمم اجريجيشن اللي انا وصلت له قد ايه واقيس الهايت بتاعه بتاع الكيرف عند النقطه دي، وبعدين اقيس الهايت بتاع الكيرف عند المفروض الماكسيمم اللي هو ال 100% اجريجيشن اللي انا ظبطته على قرايه مين؟ البليتليت بور بلازما، واقسم اللي انا وصلت له على ال 100% aggregation، يطلع لي هتطلع لي percent، دي ال percentage of maximal aggregation اللي هي النورمالي المفروض تكون من 40% لـ60%. خلاص لو زادت عن كده ده معناه ان البليتليت فيها هايبر فانكشن، يعني البليتليت فيها بليتليت اكتيفيشن او الفانكشن بتاعتها زياده عن اللزوم، يبقى اقول في الوقت ده ان انا عندي البرسنتج اوف ماكسيمال اجريجيشن زادت عن الريفرنس رينج. اجي لبارامتر تاني في الكيرف دوت اللي هي الاجريجيشن انجل. الاجريجيشن انجل دي الانجل اللي اتحرك بيها الكيرف، زي ما انا شايفاها الانجل اللي انا عامله عليها العلامه الحمراء دي او السي انجل.
دي المفروض دي اسمها ايه اجريجيشن انجل، انجل اتحرك بيها الكيرف. هل الكيرف اتحرك ببطء فبقت الانجل كبيره قوي، ولا الكيرف اتحرك بسرعه جدا فبقت الانجل شارب قوي او اكيوت قوي او ضيقه جدا؟ فالمفروض الانجل دي تبقى من 15 ل 25 درجه. كل ما تزيد الانجل ده معناه ان الكيرف اتحرك ببطء، فده معناه ان الفانكشن بتاعت البليتلت اقل من الطبيعي. طيب تعالوا نشوف برضو حاجة من البارامتر برضو اللي بتقيس برضو سرعة الكيرف او الريت بتاع الكيرف، حاجة اسمها السلوب او الريت اوف اجريجيشن. السلوب او الريت اوف اجريجيشن، لو انا عايزة اقيس السلوب اوف اجريجيشن عايزة اشوف الكيرف ماشي بسرعة ولا ماشي ببطء، فبروح اعمل ايه؟ بشوف الماكسيمم البرسنتج اوف ماكسيمم اجريجيشن عندي بس بعد قد ايه؟ بشوفها بعد دقيقه واحده. يبقى بعد دقيقه واحده اشوف الهايت بتاع الكيرف بقى قد ايه، فهقسم الهايت بتاع الكيرف على الهايت بتاع ال 100% اجريجيشن اللي هو القرايه البليتلت بور بلازما، يطلع لي حاجه اللي اسمها السلوب او الريت اوف اجريجيشن. يبقى تاني ده بارامتر بيقيس ايه؟ سرعه تحرك الكيرف. اتحرك قد ايه في اول دقيقه، اتحرك قد ايه في اول دقيقه، فبقيس الهايت بتاع الكيرف عند اول دقيقه واقسمه على الهايت بتاع ال 100% اجريجيشن او الهايت بتاع قرايه البليتلت بور بلازما، يطلع لي السلوب او الريت اوف اجريجيشن. طيب تعالوا نشوف تاني بارامتر تاني في الاجريجومتري، يقول لي ايه الاجريجيشن تايم. يعني ايه الاجريجيشن تايم؟ هو البليتلت خدت وقت قد ايه عشان توصل للماكسيمم اجريجيشن بتاعها؟ ده بقيسه ازاي؟ بدايه من بعد الليتنت بيريود، يعني اول ما يحصل تشينج في الاوبتيكال دينستي لحد ما اوصل للماكسيمم اجريجيشن، اقيس التايم ده، يبقى كده ده الاجريجيشن تايم بتاعي. طبعا كل ما يزيد الوقت اللي بتاخده البليتلت عشان توصل للماكسيمم اجريجيشن، ده معناه ان البليتلت بعافيه شويه، يعني صحتها مش قد كده، يعني الفانكشن بتاعتها اقل من النورمال، يعني يكون عندي بليتلت هايبو فانكشن. كده انا فهمت ايه البارامترز اللي ممكن اتكلم عليها في البليتلت اجريجومتري. تعالوا بقى نشوف الاهم، الريسبونس بتاع البليتلت لكل اجونست الطبيعي المفروض يكون ايه علشان اعرف اترجم الكيرف بتاع الاجونست ده، هل هو طبيعي ولا مش طبيعي؟ لازم اعرف النورمال. فتعالوا نشوف كل اجونست المفروض يعمل الكيرف شكله ايه. تعالوا نشوف الاي دي بي. الاي دي بي هو الاي دي بي بيعمل بليتلت اجريجيشن. ده بليتلت اجونست بيعمل بليتلت اجريجيشن ازاي؟ ازاي انه بيمسك في حاجه على سطح البليتلت اسمها اي دي بي ريسبتور. فاول ما يمسك في الاي دي بي ريسبتور يبدا يحصل ايه؟ يبدا يحصل ريليز للانترا سيلولار كالسيوم اللي هو هيبدا يحرك بقى الايه الاكتين والمايوسين ويعمل لي السفيرنج والسدوبوت فورميشن والشيب تشينج اللي هتبدا تحصل. بعد الشيب تشينج بتبدا زي ما احنا قلنا ايه الاجريجيشن، بيبدا الاجريجيشن على حسب الدوز بتاع الاي دي بي بيكون ريسبونس بتاع الكيرف بتاعه. لو الدوز صغيرة بتبدأ طبعا التأثير بتاعها يبقى صغير جدا، فيحصل ويف صغيرة من الاجريجيشن، بعد كده بيبدأ الريليز بتاع الثرومبوكسين A2 أو السينسز اوف ثرومبوكسين A2 والريليز بقى من اللي الاندوجينس EDB اللي جوه البليتلت، فتبدأ السكندري ويف اوف اجريجيشن. لكن لو اديت الاي دي بي بلارج دوز المفروض ده هيبقى هيشتغل كسترونج اجونست، فيشتغل ازاي؟ فيعمل لي ايه؟ وان ويف بس من ايه؟ من ايريفرسبل اجريجيشن. تعالوا نشوف الكلام ده عملي على الكيرف هيبقى شكله ايه. تعالوا نشوف كده، انا اشتغل هشوف دلوقتي الكيرف، انا بقيس ابزوربنس. خلاص المفروض كل ما يحصل اجريجيشن كل ما الابزوربنس بتاعي يقل، الابزوربنس بتاع السامبل يقل. تعالوا نشوف، انا حطيت الاي دي بي سمول دوز اللي هو 2.5 مايكرومول في اللتر، فحطيت الـ ADB الـ small dose وهشوف بقى، هسيب الـ aggregometer يشتغل والـ registry يسجل الـ changes في الـ optical density على شكل curve زي ما أنا شايفة كده. أنا ديت low dose من الـ ADB، أنا متوقعة إيه؟ إن يحصل الأول الـ primary wave من reversible aggregation
خلاص. بعد كده الاي دي بي بيبدا يتكسر ويعمل لي حاجه اسمها ديس اجريجيشن، بس في الوقت ده الاسترر بيبقى خبط البليتلت خلاص في بعضها وعمل ستيميليشن للاركيدونيك اسيد ميتابوليزم، صنع ثرومبوكسين اي 2 وخرج الاي دي بي من الايه من الدنس جرانيولز بتاعت البليتلت، فتبدا الايه السكندري ويف اوف ايريفرسبل اجريجيشن، الويف الثانيه اللي في الايه في الكيرف ده النورمال كيرف المفروض اشوفه في حاله لو انا حطيت اي دي بي سمول دوز. طب لو انا عايزه اعمل كده اناليسز ليه ايه للكيرف ده واشوف ايه اللي ياثر عليه، تعالوا نقول اول مرحله هياثر عليه إيه، اول البرايمري ويف دي هياثر عليها ايه، هل الريسبتور بتاع الاي دي بي موجود ولا لا؟ طيب لو الريسبتور بتاع الاي دي بي موجود، هل البليتلت فيها ريسبتورز تعمل اجريجيشن ولا لا؟ مين الريسبتور اللي بيعمل اجريجيشن في البليتلت؟ الجلايكوبروتين 2 بي 3 اي. هل الريسبتور ده سليم ولا لا؟ يبقى لو الاثنين دول سلام هتبدا اصلا عمليه الاجريجيشن. لو الاثنين دول مش سلام، او مثلا ما عنديش فايبرينوجين مثلا، افرض العيان عنده افايبرينوجينيميا مثلا، فما هو الفايبرينوجين هو اللي بيمسك الجلايكوبروتين 2 بي 3 اي مع بعضها ويعمل الاجريجيشن، يبقى لازم تكون كل الشروط دي سليمه علشان تبدا البرايمري ويف اوف اجريجيشن. لو اي شرط من الشروط دي اختل مش هتحصل اصلا البرايمري ويف اوف اجريجيشن. يعني لو الريسبتور فيه مشكله البليتلت مش هتحس ان اتحط عليها اجونست اصلا. لو الجلايكوبروتين 2 بي 3 اي فيه مشكله يبقى اصلا ما عنديش ريسبتور يعمل لي اجريجيشن، فمش هتبدا اصلا عمليه الاجريجيشن. طيب لو الفايبرينوجين مش موجود، العيان عنده افايبرينوجينيميا او هايبوفايبرينوجينيميا، يبقى مهما البليتلت حاولت تمسك في بعضها والريسبتور بتاعها شغال والجلايكوبروتين بتاعها شغال وكل حاجه، لكن ما عندهاش فايبرينوجين يمسكها في بعضها، يبقى مش هتبدا عمليه الاجريجيشن اصلا. طيب تعالوا نشوف المرحله الثانيه من الكيرف ايه اللي ياثر عليها. اللي ياثر على المرحله الثانيه من الكيرف خطوات تصنيع الثرومبوكسين A2 وخطوات الريليس بتاع الاي دي بي. يبقى اذا اي مشكله في الاركيدونيك اسيد ميتابوليزم الباثوي بتاعه اللي احنا ذكرناه قبل كده، اي مشكله في الباثوي بتاعه بقى وات ايفر سايكلو اوكسجينيز مش عارفه ايه كل الانزيمز المشتركه في الموضوع مع الاركيدونيك اسيد مع الفوسفوليبيد الكلام ده كله، لو في اي مشكله مش هتحصل السكندري ويف. لو في مشكله ان العيان ما عندوش دنس جرانيولز مش هتحصل السكندري ويف، لان مش هيحصل ريليز للاي دي بي فبالتالي مش هيحصل السكندري ويف. طيب العيان عنده الدنس جرانيولز سليمه بس ما بيعرفش يطلعها، ما بيعرفش يعمل ريليز، البليتلت بتاعته ما بتعرفش تعمل ريليز للدنس جرانيول، يبقى في الوقت ده مش هتحصل السكندري ويف، يبقى ده اللي ياثر لي على البرايمري ويف وده اللي ياثر لي على السكندري ويف. امال لو حطيت بقى اي دي بي لارج دوز يعني من 5 ل 10 مايكرومول في الليتر، لا ده هيبقى كده عندي وان ويف اوف ايريفرسبل اجريجيشن، ان ساعه ما احطه لارج دوز يبقى كده هيشتغل كايه كسترونج اجونست. يبدا الاول حاجه اسمها ليتنت بيريود زي ما احنا اتفقنا بتبقى ميديم في الاي دي بي اللارج دوز، بعد كده بتبدا الشيب تشينج، بعد كده بيحصل ايه بيشتغل على طول الاي دي بي انه على طول يبدا الاجريجيشن ويطلع ويصنع على طول الثرومبوكسين اي 2 من الاركيدونيك اسيد ويطلع لي الاي دي بي على طول من الجرانيولز، فتبدا وان ويف يعني ايه ويف قويه مره واحده من الاجريجيشن، يبقى حصل لي سنجل فيز اوف ايريفرسبل اجريجيشن، يبقى دي الويف الطبيعيه المفروض تحصل مع الاي دي بي لارج دوز. تعالوا نشوف الاجونست اللي بعد كده الادرينالين. الادرينالين ده زي الاي دي بي سمول دوز بالظبط، يعني ويك اجونست. ويك اجونست ازاي؟ انه هيمسك زي ما اتفقنا هيشتغل ازاي الادرينالين، يمسك في ريسبتور على سطح البليتلت اسمها الفا 2 ادرينرجيك ريسبتور، خلاص يحصل ايه؟ يحصل انهيبيشن للادينيليت سايكليز، يحصل ريليز للكالسيوم ايونز، ويبدا بعد كده ايه تبدا طبعا مساله الشيب تشينج والايه البرايمري ويف اوف اجريجيشن. خلاص كده بعد كده طبعا في الوقت ده تكون البليتلت خبطت في بعضها وطلعت عملت ثرومبوكسين اي 2 من الممبرين وعملت وطلعت الاي دي بي بتاعها من الجرانيولز، فبتبدا السكند ويف اوف ايه اوف اجريجيشن.
يبقى الادرينالين هيشتغل كويك اجونست، هيبقى له برايمري ويف وسكندري ويف اوف اجريجيشن. طب تعالوا برضو نشوف ايه اللي ممكن يأثر لي على الكيرف بتاع الادرينالين ده وايه ويأثر عليه ما يطلعش طبيعي. تعالوا نشوف البرايمري ويف. البرايمري ويف عشان تحصل محتاجين ايه؟ محتاجة ان يكون عندي ريسبتور للادرينالين، محتاجة ان يكون عندي الالفا 2 ادرينرجيك ريسبتور سليمة على السيرفيس اوف بليت، ومحتاجة يكون عندي الريسبتور بتاع الاجريجيشن هو الجليكوبروتين 2B3A سليم، ومحتاجة يكون عندي فايبرينوجين بكمية سليمة ويكون الفايبرينوجين سليم علشان يعرف يلزق البليتلت في بعضها. اي خلل في الشروط دي يخلي لي البرايمري ويف ما تبداش اصلا وما يحصلش الاجريجيشن. طب تعالوا نشوف السكندري ويف. السكندري ويف احنا قلنا بقى مش متوقف على الادرينالين، يعني لو حصل البرايمري ويف السكندري ويف متوقفه على ايه؟ على السينثيس بتاعه ثرومبوكسين اي 2 من الممبرين، يعني متوقفه على خطوات تصنيع الثرومبوكسين اي 2 او على خطوات الاراكيدونيك اسيد ميتابوليزم، ومتوقف على وجود الاي دي بي في الجرانيولز وقدره البليتلت على انها تعمل ريليز للاي دي بي من الجرانيولز. اي خطوه من دول هتختل مش هتحصل الايه السكندري ويف. نشوف الاجونست اللي بعد كده وهو الاركيدونيك اسيد. احنا قلنا الاركيدونيك اسيد ده سترونج اجونست، خلاص. ليه؟ لان الاركيدونيك اسيد ده بيتحول الى على طول بالسايكل اوكسجينيز بيتحول للثرومبوكسين اي 2، واحنا قلنا الثرومبوكسين اي 2 ده سترونج ايه سترونج اجونست، بيأثر على البليتلت على طول، يبدا الاجريجيشن ويعمل جنريشن لمور اند مور ثرومبوكسين اي 2 من الممبرين وريليز للدنس جرانيولز اللي هو الاي دي بي، فيعمل لي سنجل فيز من الريفرسبل اجريجيشن. خلاص الليتنت بيريود بتاع الاركيدونيك اسيد شورت ليتنت بيريود، بيبقى بعدها على طول الشيب تشينج ويحصل سنجل ويف اوف ريفرسبل اجريجيشن. طب تعالوا نشوف ايه اللي انا محتاجاه عشان يحصل الكيرف ده، ولو اختل ممكن ياثر على الكيرف ازاي. تعالوا نشوف. انا محتاجه الاول ان انا احط اركيدونيك اسيد يتحول ثرومبوكسين اي 2، فمحتاجه ان يكون عندي سايكلو اوكسجينيز. لو سايكلو اوكسجينيز موجود يحول الاركيدونيك اسيد لثرومبوكسين اي 2، لو مش موجود مش هيقدر يحول الاركيدونيك اسيد لثرومبوكسين اي 2، وحينئذ يفقد الاركيدونيك اسيد صفته ان هو اجونست، لان الاركيدونيك اسيد في حد ذاته مش اجونست للبليت، هو اجونست من حيث ايه؟ من حيث انه بيتحول للثرومبوكسين اي 2. يبقى انا محتاجه السايكلو اوكسجينيز معايا علشان الكيرف ده يحصل. طب محتاجه ايه كمان؟ محتاجه الريسبتور بتاع الثرومبوكسين اي 2 على البليتلت، محتاجاه طبعا. طيب محتاجه ان يكون عندي الريسبتور بتاع الاجريجيشن جلايكوبروتين 2B3A، محتاجاه. محتاجه ان يكون في فايبرينوجين في السامبل علشان يعمل لي الاجريجيشن، محتاجاه. لو كل ده موجود الفيز بتاعت الاجريجيشن بتاع الاركيدونيك اسيد تحصل، لو مش موجود مش هيحصل ريسبونس للاركيدونيك اسيد، او لو موجود بصوره اقل من الطبيعي او بصوره غير الطبيعي هيحصل ايه؟ هيحصل اجريجيشن ضعيف، مش هيوصل للايه الفيز الكبيره دي بتاعت الايه السنجل ويف بتاعت الايه الاركيدونيك اسيد. تعالوا نشوف الاجونست اللي بعد كده اللي هو الكولاجين. الكولاجين ده احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا عليه سترونج اجونست. سترونج اجونست طيب بيشتغل ازاي الكولاجين ده؟ بيمسك فيه ريسبتورز على سطح البليتلت. هو ايه الريسبتورز بتاعت الكولاجين؟ نفتكر كده، مين اللي فاكر؟ افتكر كده، كان عندي ريسبتور اسمه جلايكوبروتين 1A2A، وعندي ريسبتور اسمه جلايكوبروتين 6، دول ريسبتورز للكولاجين على سطح البليتلت. بيمسك الكولاجين في الريسبتور بتاعه، بعد كده يعمل السيجنالينج بتاعه اللي هو بينتهي بايه؟ بان يحصل الريليز من البليتلت، ريليز من الجرانيولز والجنريشن اوف ثرومبوكسين اي 2 من الممبرين. بعد كده طبعا ايه بيزيد الاكتيفيشن بتاع الجلايكوبروتين 2B3A ويحصل الايه ويحصل البليتلت اجريجيشن. طيب الكيرف بتاع بقى الكولاجين هيبقى شكله ايه؟ احنا قلنا ده سترونج اجونست، هيبقى وان فيز او سنجل فيز اوف ايريفرسبل
aggregation. ليه؟ قلنا هيبدأ الأول بـ latent period، وقلنا الـ latent period بتاعت الكولاجين طويلة. بعد كده هيحصل بقى الستيميليشن بتاع الأراكيدونيك أسيد ميتابوليزم والريليز أوف إي دي بي من الجرانيولز، وتبدأ single phase of irreversible aggregation. طيب نشوف بقى الـ factors affecting الكيرف بتاع الكولاجين في البليتلت أجليجومتري. نشوف الكولاجين محتاج انه يمسك فيه الريسبتورز بتاعته، يعني لازم تبقى الريسبتورز بتاعت الكولاجين السليمه، الجلايكوبروتين 1A والجلايكوبروتين 6. لازم يكون فيه اراكيدونيك اسيد ميتابوليزم الباثوي بتاعه يكون سليم وكامل. لازم يكون في جرانيولز في البليتلت، والبليتلت تنجح في انها تعمل ريليز للكونتنت بتاعه الجرانيولز. كده يحصل الكيرف بتاع الكولاجين ويمشي سليم ويطلع الكيرف المثالي للكولاجين. طيب لو اي حاجه من دول اختلت طبعا هيختل الكيرف بتاع الكولاجين، يعني لو الريسبتور بتاعه الكولاجين مش موجوده او فيها مشكله، لو الاركيدونيك اسيد ميتابوليزم اي حته في الباثوي بتاعته فيها مشكله، لو مفيش الجرانيولز، مفيش الدنس جرانيولز، مفيش البليتلت ما عندهاش قدره على انها تريليز الدنس جرانيولز، كل ده ياثر طبعا على الباثوي بتاع الكيرف وياثر على الكيرف. بيبدا التست بتاع الكولاجين بلو كونسنتريشن 1 ملي جرام في الملي، ولو حصل ان حصلت ابنورمالتي في الكيرف اللي عملته باللو كونسنتريشن ببدا اشتغل بيه هاي كونسنتريشن. طب نشوف حاجه الاجونست اللي بعد كده الريستوستين. الريستوستين ده بيشتغل ازاي عشان يعمل الكيرف بتاع البليتلت اجريجومتري ده؟ الريستوستين في الواقع ما بيعملش بليتلت اجريجيشن، وبيعمل حاجه اسمها بليتلت اجلوتينيشن. ازاي بيعمل الريستوستين؟ او يعني الهدف بتاعه او التارجت بتاعه في الشغل الفون فيلبرانت فاكتور. الفون فيلبرانت فاكتور المفروض الشغل الطبيعي بتاعه مع البليتلت انه يمسك في جلايكوبروتين 1 بي من بليتلت ويمسك في كولاجين من الناحيه الثانيه، يبقى ده الشغل الطبيعي بتاع الفون فيلبرانت فاكتور. بيجي الريستوستين يشتغل على الفون فيلبرانت فاكتور ده يخليه يمسك في 2 جلايكوبروتين 1 بي، بدل ما يمسك في جلايكوبروتين 1 بي وكولاجين يبقى يمسك في الناحيتين من جلايكوبروتين 1 بي، وده يخلي طبعا البليتلت تمسك في بعضها. كل فون فيلبرانت فاكتور هيمسك هيمسك تو بليتلت في بعضها، لكن طبعا دي مش ترو اجريجيشن اللي احنا عارفينها بتاعه الجلايكوبروتين 2 بي 3 اي والكلام اللي احنا عارفينه بتاع الاجريجيشن ده. فيعمل برضو سنجل فيز من بليتلت اجلوتينيشن. طبعا مفيش بقى حكايه ان انا اطلع الثرومبوكسين اي 2 من الاركيدونيك اسيد، ولا اطلع الاي دي بي من الجرانيولز، ولا الكلام ده كله، هتبقى ايه سنجل فيز من بليتلت اجلوتينيشن. طب تعالوا نشوف الفاكتورز افكتنج الكيرف بتاع الريستوستين. هلاقي ان انا محتاجه في الكيرف بتاع الريستوستين ده حاجتين فقط، الجلايكوبروتين 1 بي يكون سليم والفون فيلبرانت فاكتور يكون سليم، ويكون الافينيتي بتاعتهم برضو ايه اللي هو بالمقدار الصحيح، لا يكون كتير ولا يكون لا تكون الافينيتي زياده ولا تكون الافينيتي قليله، علشان نقدر نوصل للكيرف المثالي بتاع الايه بتاع الريستوستين. يبقى اذا الريستوستين ده نوع مختلف خالص من الاجونيست، والكيرف بتاعه الفاكتورز افكتنج الكيرف بتاعته مختلفه تماما عن الفاكتورز افكتنج بقيه الكيرفات بتاعت بقيه الاجونيست. فلذلك دايما هنحط الريستوستين لوحده خالص واحنا بنصنف البليتلت ديس اوردرز او البليتلت فانكشنال ديس اوردرز، لان زي ما انا شايفه كده هو بيعتمد على فاكتورز مختلفه تماما عن بقيه الاجونست، فدايما هنحطه في خانه وبقيه الاجونست كلها هنحطها في خانه. تعالوا بقى نبدا ناخد امثله كده ل البليتلت اجريجومتري اللي هعمله عشان اشخص بليتلت فانكشنال ديس اوردر في العيان اللي بعمل له الكيرف ده او التست ده. عملت الاجريجومتري بتاع العيان والكنترول بتاعي او النورمال بتاعي عملته على ايه باللون الازرق، وبعدين عملت الكيرف بتاع العيان باللون الاحمر.
تعالوا نشوف نتائج العيان ده شكله ايه. انا شايفة ان العيان دوت ادى كيرف سليم مع الاي دي بي ومع الادرينالين ومع الكولاجين، اداهم كيرف زي الكيرف النورمال او اللي هو الستاندرد بتاعي المفروض يطلع زي. لكن جه مع الريستوستين ادى طبعا كيرف مش ماشي خالص مع الستاندرد ولا مع او مع الكنترول اللي انا حاطاه. يبقى اذا العيان ده مشكله عنده مشكله في الباثوي اللي بيستخدمه الريستوستين علشان يعمل الكيرف بتاعه. تعالوا نفتكر كده الريستوستين كان بيعمل ايه. كان بيعمل كونفورميشنال تشينج في الفون فيلبرانت فاكتور، فيبدا الفون فيلبرانت فاكتور يمسك بين اتنين جلايكوبروتين 1B ويلزق البليتلت في بعضها ويعمل ايه البليتلت اجلوتينيشن. وقلنا الفاكتورز افكتنج الريستوستين كيرف، قلنا الجلايكوبروتين 1B والفون فيلبرانت فاكتور. يبقى اذا هنا الدياجنوز بوسيبل دياجنوز بتاعي ان يكون في ديفكت في جلايكوبروتين 1B، في ده ديزيز معروف اسمه البرنارد سولير سندروم، و او يكون في ديفكت في الفون فيلبرانت فاكتور وده ديزيز معروف اسمه الفون فيلبرانت ديزيز. تعالوا نشوف العيان اللي بعد كده، شوف الاجليجومتري بتاعه اللي بعد كده. عملت برضو الستاندر او الكنترول بتاعي باللون الازرق وعملت الكيرف بتاع العيان باللون الاحمر. تعالوا نشوف العيان ده ادى كيرف طبيعي مع الريستوستين ومداش اجريجيشن خالص مع الاي دي بي ولا الادرينالين ولا الكولاجين. طيب تعالوا بقى نفسر اللي حصل ده. كونه ادى الكيرف الطبيعي بتاع الريستوستين يبقى مفيش مشكله في الباثوي بتاع الريستوستين، لا عندي مشكله في الجلايكوبروتين 1 بي ولا عندي مشكله في الفون فيلبرانت فاكتور. طيب تعالوا نمسك بقى الايه الكيرفات اللي فيها ديفكت. نمسك الكولاجين. الكولاجين ده قلنا الفاكتورز افكتنج الكيرف بتاعه ايه، قلنا لازم يكون عندي جلايكوبروتين 2B 3A سليم وفايبرينوجين سليم عشان يعمل الاجلوتينيشن. قلنا لازم يكون في ريسبتور للكولاجين، والكولاجين والريسبتور ده يبدا يبعت سيجنالينج عشان يحصل جنريشن للثرومبوكسين A2 وريليز للاي دي بي من الجرانيولز، فتبدا ايه وان ويف او سنجل ويف اوف ايه ريفرسبل اجريجيشن. يبقى كده المشكله ما دام ما حصلش الاجريجيشن مع الكولاجين ده يبقى هتخيل ان في مشكله في الباثوي بتاع الكولاجين ده كله. طيب بالنسبه للاي دي بي سمول دوز والادرينالين، احنا قلنا دول ويك اجونست، المفروض الباثوي بتاعهم بينكلود ان الاجونست يمسك فيه الريسبتور بتاعه ويعمل سيجنالينج فيبدا الاجريجيشن بالجلايكوبروتين 2 بي 3 اي عن طريق طبعا الفايبرينوجين. وبعدين بعد كده بتبدا السكندري ويف اللي هو بيعمل السبب في السكندري ويف طبعا الجنريشن اوف ثرومبوكسين اي 2 من الممبرين والريليز اوف اي دي بي من الدنس جرانيولز. طبعا انا شايفه هنا ما حصلش البرايمري ويف اصلا، ما حصلش. يبقى كده ما فيش عندي، يبقى المشكله عندي مش في الباثوي بتاع السكندري ويف، انا عندي مشكله كده في الباثوي بتاع البرايمري ويف. يبقى انا كده هاكسكلود ان في مشكله في الثرومبوكسين اي 2 او مشكله في الاي دي بي. يبقى كده المشكله عندي كلها منحصره في البرايمري ويف. طيب هنكسكلود طبعا ان كل الريسبتورز دي تكون بايزر ريسبتور الكولاجين وريسبتور الادرينالين وريسبتور الاي دي بي، ما دام كل الكيرفات بايظه يبقى هيكسكلود ان الريسبتورز دي بايظه ويبقى عندي المشكله يا اما في الجلايكوبروتين 2 بي 3 اي اللي هو ديزيز معروف باسم الجلانزمان ثرومباسينيا، او مشكله في الفايبرينوجين مش موجود او قليل جدا، العيان عنده افايبرينوجينيميا او عيان عنده هايبوفايبرينوجينيميا. نشوف مثال تاني لعيان برضو عملت له الاجريجومتري وعملت برضو الستاندر باللون الازرق وعملت العيان الكيرف بتاعه باللون الاحمر. لقيت العيان ادى كيرف سليم جدا مع الريستوستين مع الادرينالين والسمول دوز اي دي بي، لقيته ادى برايمري ويف او الفيرست ويف فقط وما اداش السكندري ويف. بعد كده حصل الديس اجريجيشن اللي بيحصل، لقيت ادى ويك اجلوتينيشن مع الكولاجين.
طيب افسر العيان ده اللي حصل في العيان ده بايه؟ قلنا خلاص الريستوستين الكيرف بتاعه سليم، يبقى اذا ما عنديش مشكله في الباثوي بتاعه، ما عنديش مشكله في الجلايكوبروتين 2 بي 1 بي، ولا عندي المشكله في الفون فيلبرنت فاكتور. تعالوا نمسك بقى الايه بقيه الكيرفات اللي فيها الديفكت. لقيت الاي دي بي سمول دوز والادرينالين ادوا برايمري ويف فقط، وده معناه ان الباثوي بتاع البرايمري ويف بتاعهم سليم، اللي هم مين؟ جلايكوبروتين 2 بي 3 اي والفايبرينوجين سليم. يبقى المشكله كانت فين؟ في الباثوي بتاع السكندري ويف بتاع السكندري ويف. طيب ايه الباثوي بتاع السكندري ويف ده؟ الفاكتورز افكتنج الكيرف او السكندري ويف، قلنا الجينريشن بتاع الثرومبوكسين اي 2 من الممبرين والريليز اوف اي دي بي من الجرانيولز. يبقى اذا المشكله دي طبعا ده برضو اللي عامل الويك اجلوتينيشن او الويك اجريجيشن مع الكولاجين، حاصل الاجريجيشن بتاع الكولاجين لكن اقل طبعا من الايه من الاجريجيشن المفروض يحصل. ليه؟ لان طبعا الكولاجين عمل ستيميليشن جلايكوبروتين 2 بي 3 اي والفايبرينوجين موجود وعمل اجلوتينيشن، لكن طبعا الاوجمنتيشن بتاع الريسبونس بتاعه بالجينريشن اوف ثرومبوكسين اي 2 والاي دي بي ما حصلش، فحصل ويك اجلوتينيشن مع الكولاجين. يبقى انا كده حصرت المشكله بتاعتي يا اما في المشكله في الجرانيولز او الريليز من الجرانيولز، او المشكله في بارت من الاراكيدونيك اسيد ميتابوليزم. يبقى العيان دوت يا اما عنده مشكله في الجرانيولز اللي هو اللي احنا بنقول عليه الستورج بول ديس اوردرز، او مشكله في الريليز بتاع الاي دي بي من الجرانيولز، او عنده مشكله في الاركيدونيك اسيد ميتابوليزم، وات ايفر في اي مكان بقى في الباثوي بتاع الاركيدونيك اسيد ميتابوليزم. يعني موضوع قرايه الكيرف بتاع الاجريجومتري زي ما انا شايفه كده سهل جدا، بس القصه ان انا اعرف الباثوي بتاع كل اجونست بيشتغل ازاي، فاعرف لو في ديفكت في الاجريجيشن مع الاجونست ده اعرف ايه سبب الافكت ده، او ايه البوسيبل دايجنوزز للحاله دي. طبعا بقى مع برضو تستات تانية بتتعمل مع بعض التدخلات في الكيرفات بنبدا نوصل لايه للدايجنوز بتاع العيان، زي ما هنشوف في الكلام اللي جاي. الجدول ده برضو من الجداول الجميله جدا اللي هو لامم البليت فانكشن ديفكت كسبب وك ريسبونس للاجريجومتري مع كل ديزيز من دول. مش هتكلم في الكلام ده دلوقتي طبعا، لان مدام لسه ما شرحناش الديزيز دي كلها فالموضوع بيبقى صعب ان انا ايه اقعد احفظ في كلام كده نورمال ابسنت وديكريز ومش عارفه ايه والكلام ده كله من غير ما افهم الباثوجينيسيس بتاع كل ديزيز من ده. فنأجل الجدول دوت لحد ما ناخد البليتليت فانكشن ديس اوردرز، ونبدا ناخد مع كل ديزيز الايه الاجريجومتري بتاعه او الريزلتس بتاعه الاجريجومتري مع كل ديزيز. بس ممكن طبعا ايه يعني ناخد فكره كده يعني من الكلام اللي احنا قلناه عن بمشي ازاي او ايه السكيما اللي بمشي عليها علشان اشخص البليتليت فانكشن ديس اوردر ده. بالنسبه طبعا انا بتكلم عن الايه للاجريجومتري، يعني بعمل اجريجومتري وبشخص ازاي. فتعالوا نشوف كده، انا بعمل البليتليت اجريجيشن تيست علشان اشوف كل باثوي من اول الاجونست ما بيمسك فيه الريسبتور بتاعه لحد ما بيحصل اجريجيشن سليم ولا لا. لو الباثوي كله سليم الكيرف يطلع سليم، لو في اي ديفكت في الباثوي بتاع الاجونست ده هيظهر الديفكت دوت على الاجريجومتري. فاحنا كده من الكلام اللي احنا قلناه كده كان عندنا 3 تايبس من الاجونست. كان عندي الويك اجونست اللي هو السمول دوز اي دي بي والادرينالين، وكان عندي اجونست سترونج اجونست زي الكولاجين، وكان عندي حاجه زي الريستوستين. الريستوستين ده زي ما اتفقنا ان هو بيشتغل في باثوي تاني خالص، ففصلناه طبعا عن بقيه الايه الاجونست. فببدا اعمل زي ما انا شفت الامثله اللي انا شفتها قبل كده دي، ببدا اعمل الاجريجيشن مع الريستوستين مع الكولاجين مع السمول دوز اي دي بي مع الادرينالين واشوف الديفكت حصل فين.
فرضا ان زي ما شفنا كده الاجريجيشن كله كان سليم، لكن المشكله كلها كانت مع الريستوستين. طبعا دي مشكله محدوده جدا، احنا فهمنا ان المشكله بتاعه الريستوستين محصوره في الجلايكوبروتين 1 بي او الفون فيلبرانت فاكتور. فببدا اعمل اسي للفون فيلبرانت فاكتور واشوفه نورمال ولا ابنورمال. لو ابنورمال بمشي بقى في السكه بتاعه الدايجنوز بتاع الفون فيلبرانت ديزيز اللي مش هندخل فيها دلوقتي برضو لان لسه ما درسناش الفون فيلبرانت ديزيز. لو الفون فيلبرانت فاكتور اسي كانت نورمال يبقى بلجا بقى لاني اشوف الجلايكوبروتين 1 بي عن طريق الفلو سيتومتري، ابدا اشوفه اخباره ايه، موجود ولا لا، ولو مش موجود طبعا بشخص البيرنارد سولير سيندروم. طيب فرضا ان الريستوستين كان الكيرف بتاعه سليم، لكن كانت المشكله عندي في بقيه الاجونست ان ما كان ان حصل ما حصلش اجريجيشن اصلا في بقيه الاجونست، حتى البرايمري ويف بتاعه الويك اجونست ما حصلتش. يبقى كده انا المشكله عندي تنحصر في ايه؟ هتنحصر في الجلايكوبروتين 2 بي 3 اي او الفايبرينوجين. طبعا الفايبرينوجين سهل ان انا اعمل له اسسمنت، يبقى فاضل الجلايكوبروتين 2 بي 3 اي اللي بعمل له اسسمنت برضو عن طريق الفلو سيتومتري وشخص الجلانزمان ثرومبوسينيا. نيجي للمشكله اللي بعد كده اللي ممكن تحصل، ان تظهر البرايمري ويف مع الويك اجونست وما تظهرش السكندري ويف، يكون ساعتها السترونج اجونست برضو الاجلوتينيشن بتاعه اقل من الطبيعي او اقل من المتوقع، ويكون في نورمال ريسبونس مع الريستوستين زي ما قلنا قبل كده. يبقى هنا المشكله كلها في الباثوي بتاع السكندري ويف اللي هم مين؟ الاركيدونيك اسيد ميتابوليزم او الاي دي بي ريليز من البليتليت جرانيولز. كده بقى عشان افرق ما بينهم ببدا اعمل اسسمنت للاركيدونيك اسيد باثوي. طبعا عندي احتمال من اتنين، يطلع الباثوي نورمال يطلع ابنورمال. طيب اذا كان الاركيدونيك اسيد ميتابوليزم نورمال يبقى اكيد الديفكت عندي فيه الريليز اوف اي دي بي من الجرانيولز، يا اما الجرانيولز نفسها فيها مشكله، يا اما مشكله في عمليه الريليز نفسها فيها ديفكت، البليتلت ما بتقدرش تعمل ريليز للاي دي بي من الجرانيولز بتاعتها. ده كده كان يعني تجميعة بسيطة للنتائج البليتلت اجريجيشن تيست او النتائج الاجريجومتري. طبعا الكلام لسه مبهم قوي مش هنفهمه الا ما ندرس الديزيز دي، فمنستعجلش شوية عشان احنا ما ندرس المواضيع دي كلها هنفهم ايه الديفكت بالظبط وازاي اثر على البليتلت اجريجومتري. وهنقول تاني طبعا مع كل ديزيز المشكلة اللي هتحصل في الاجريجومتري، لكن ده تجميعة كده سريعة للموضوع. تعالوا بقى بعد ما شفنا البليتلت فاكتورز اللي ممكن او بليتلت فانكشن ديس اوردرز اللي ممكن تاثر على نتائج الاجريجومتري، تعالوا نشوف الاذر فاكتورز اللي ممكن تافكت على نتائج الاجريجومتري. زي ما قلنا الفاكتورز افكتنج بليتلت فانكشن تيست اللي احنا قلناها في الاول، سواء ادويه معينه العيان بياخدها او بعض الاصناف من المأكولات برضو ان العيان ممكن ياخدها فتأثر لي على البليتلت فانكشن. لذلك بقول للعيان دايما ان هو هيوقف الادوية اللي بياخدها ديت ويعمل ريستريكشن للاشياء دي في الدايت بتاعته قبل ما يجي يعمل التست. نشوف تاني فاكتور كده ممكن يأفكت الريزلتس، هو الايه؟ السنتريفيوجيشن. قلت لازم انا ملتزمة بسرعة معينة في السنتريفيوج ومدة معينة علشان أعرف أحضر البليتلت بور بلازما والبليتلت ريتش بلازما. فالسنتريفيوجيشن طبعا أكيد عامل مهم معايا جدا، لأن ممكن طبعا لو السنتريفيوجيشن ضعيف أنا أصلا كل حكمي على إيه؟ على الأوبتيكال دنسيتي بتاعة السامبل. فلو السنتريفيوجيشن ضعيف ممكن يسيب ريزيدوال سيلز في البلازما، ودي تأثر لي طبعا على الأوبتيكال دنسيتي. كمان هنحط في اعتبارنا ان احنا التست بتاعي هيتعمل وزن من 30 دقيقة بعد السنتريفيوجيشن لحد ساعتين بعد السنتريفيوجيشن، لا قبل كده ولا بعد كده، لان قبل كده او بعد كده بتكون البليتلت اكتيفيتد. البليتلت كاونت طبعا من العوامل المهمة جدا اللي هتأثر لي على الاوبتيكال دنسيتي، فحاول اعمل ادجستمنت للبليتلت كاونت تكون زي الكنترول بلازما اللي هشتغل بيها.
فحاول اعمل ادجستمنت للكاونت ما بين 200 ل 400 الف بير كيوبيك مليمتر، بحيث ان الكاونت لو اقل من كده احاول اقلل برضو البليتلت كاونت في الكنترول بلازما، ولو الكاونت طلع معايا اكتر من كده احاول اقلله باني اعمل تخفيف ببليتلت بور بلازما، بحيث ان يبقى الكاونت بتاع البليتلت ادجستد من 200 ل 400 الف بير كيوبيك مليلتر. طيب بالنسبه للبي اتش، احنا قلنا من احنا كل شغلنا على انزيماتيك رياكشن، فلازم بحافظ على البي اتش بتاعتي. البي اتش لا تبقى اقل من 7.7 ولا تبقى اكتر من 8، كلاهما هيأفكت الريزلتس بتاعت الاجريجيشن. كمان الستيرر سبيد اللي احنا قلناها بنظبطه، هنظبطه هنعمله ادجستمنت من 800 رام بير مينت ل 1200 رام بير مينت. لا ينفع يكون اقل من كده ولا ينفع يكون اكتر من كده، ولا ينفع اشيل الاسترر خالص، اشيل اتخطى نقطه الاسترر ده، لان زي ما شفت الاسترر ده ليه فايده في الاجريجيشن وليه دور في الاجريجيشن. طيب التمبريتشر، احنا قلنا برضو هنحافظ على التمبريتشر واعمل ادجستمنت للتمبريتشر تقريبا يكون في حدود 37 درجه، لان لو قل عن 35 درجه ده هيأفكت برضو الريزلتس اوف اجريجيشن. طيب من الفاكتورز كمان اللي ممكن تأفكت الريزلتس بتاعتي، ان الكون الكيوفيت اللي انا بشتغل فيها ديرتي او فيها اير بابلز، اللي ده ممكن يعمل سبونتينيوس اجريجيشن، وده ممكن طبعا يأثر لي على نتائج الكيرف بتاعي. زي ما قلنا في عموما في الكواجيليشن تيست المفروض اعمل ادجستمنت للستريت اماونت على حسب الهيماتوكريت بتاع العيان. كمان لازم اخد بالي ان الفايبرينوجين كونسنتريشن لازم هيكون نورمال، لان لو العيان عنده افايبرينوجينيميا او هايبوفايبرينوجينيميا ده هيأفكت الريزلت من غير ما يكون في مشكله في البليتلت. فالفايبرينوجين انا عارفه ان هو مهم ان هو يمسك البليتلت في بعضها، فلازم اكون متاكده ان الفايبرينوجين ليفل بتاعي نورمال. لو العينة فيها بقى بعض المشاكل زي الكرايوجلوبيلين أو اللايبيميا، الكرايوجلوبيلين بأفويد الإفكت بتاعها بإني أعمل وورمينج للسامبل عند 37 درجة 5 دقايق قبل ما أبدأ أشتغل. طبعا اللايبيميك سامبل هتانترفير معايا، لأن أنا أصلا معتمدة على أوبتيكال دينستي، فلذلك برضو بقول للعيان زي ما اتفقنا إن هو بيصوم من 12 ل 24 ساعة قبل التست علشان أفويد إن أنا البلازما بتاعتي تبقى لايبيميك وتانترفير مع الريزلتس بتاعت التست. لكن طبعا البليتلت اجريجومتري طبعا لا يخلو طبعا من العيوب. من اهم العيوب اللي فيه طبعا ان انا زي ما احنا شفنا كده بستخدم كميه من السامبل كبيره جدا عشان احضر منها بليتلت ريتش بلازما او احضر منها بليتلت بور بلازما، فمحتاجه كميه كبيره من السامبل. زي ما شفنا كمان كده الموضوع بياخد وقت كبير قوي، يعني بعد ما احط اجونست ورا اجونست ورا اجونست التايم كونسيومينج طبعا لايبل لبري اناليتيك واناليتيك فاريبلز كتيرة. كل دي طبعا عيوب بتأفكت البليتلت فانكشن تيست. لكن الحقيقة بقى والعيب الحقيقي جدا في الموضوع انه ما بيمثلش الان فيفو هيموستيزيس، ما بيمثلش الهيموستيزيس داخل جسم البني ادم. ليه؟ لان انا بشتغل على بليتلت ريتش بلازما، هل البليتلت في جسم العيان مش حواليها الا بلازما فقط؟ لا طبعا، البليتلت حواليها طبعا بلاد سيلز وحواليها كومبوننت تانية مش موجودة في البلازما. ده اولا. تاني شيء، البليتلت فانكشن لا تعتمد فقط على البليتلت فقط، ولكن تعتمد كمان زي ما قلنا على الفلو بتاع البلاد في البلاد بيسل. طبعا كل دي عوامل مفقودة في البليتلت اجريجومتري، ولذلك تعتبر طبعا ديسادفانتج وحشه جدا في البليتلت فانكشن تيست، انها ما بتمثلش الهيموستيزيس ان فيفو.
العوامل اللي بتعتمد عليها غير العوامل اللي بتحصل ان فيفو وتأثر على الهيموستيس. فدي العيوب البليتلت اجريجومتري. ده كان كده كولكتيفلي يعني البليتلت اجريجومتري وايه الخطوات اللي بشتغل بيها وبقرا ازاي الكيرف بتاع الاجريجومتري والفاكتورز افكتنج وهاو تو انتربريت الريزلتس. اشوفكم ان شاء الله في محاضرة جاية بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.